هتقول لك شغله. دور اذا بدك تفلي انت بتقرري، بس بليز بس بتدور، لا تدور على القليله. عارف هنا I think هنا 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 كثير منزعجة. من شو؟ من اللي عم بيصير؟ ايه مش مع ما هادش انا فيني. وامتى in the day we meet again؟ لما انا بعد النومينسيون خلاص very soon. شو؟ كنت عم نبش على فولاري مخبيه. ليه؟ لما تلبسي؟ شو؟ لما تلبسي؟ لا انا عطيته فولار بينام حده بالليل. ايه ف جيت بدي اخده لان مره زعلت منه واخدته، زعل كيف اخدته، كان مخبيه. نبشت الدنيا ما كنت لاقيه، نبشت بخزانته، نبشت بالجرور ما كنت لاقيه. قلت له ميشيل بدي الفولار وينه؟ قال ما بعرف وين حاطه، ما بعرف وين كابه. عصبت فتت عم نبش كمان ما لقيته. ميشا اجا اجا بس اجا دغري قال جاني طلعتيها اياه قبل ما تخوت. ضحكتي معي سمعت صوتك مصرح موس من الضحك. معقول نضل نسمع صوت تانية عم بتعيط ميشو أو الأمور متجهة صوب الافتراء؟ XXL Girl Power من Maybelline New York. دايماً Maybelline ما بنسيها شو ما صار. Fresh Days Fresh Days خليك فريش مع Fresh Days. وماله لو الليلة تهنا بعيد وسبنا كل الناس. أنا ليك وعمري ما كون يا حبيبي غير ليك روحي شغلها ليل نهار. تعال لما أصحى من النوم نضع فيك اليوم ما بنسي شو ما صار. Fresh days Fresh days الفوطة اليومية نومي وحيوية من الصبح العشي. Fresh days خليك فريش مع Fresh days. You've got mail. اكس اكس ال كول باور من Maybelline New York. دايما Maybelline ما بنسيها شو ما صار. Fresh days Fresh days خليك فريش مع Fresh days. ما بدي الصبح يطلع ونشيب بعده عايش.
الانحراف، طمع والضغيني اجتمعوا بليل مشؤومي لتنفيذ جريمة جماعية من الدرجة الأولى. قتلوا كمال دغيل شو صار ديانا؟ أكتر من مأساة سكنت بماضي غدار. عم صدق إنه كمال مات. حدا يقلي لي شو بدك من أرملة وإبنها؟ وشمت الحاضر ببصمة عار. خليكي عنده ولعنا بيك ولا بعرفك. وما خلت للصلح مطرح بمستقبل مش مكتب له يكتمل. ورود ممزقة، مسلسل جديد بيروي أحداث من واقع الحياة. من جاي تحت هالقصف بهالليل؟ بإطار من التشويق، الرعب، المغامرة والحب. ورود ممزقة، السبت الأحد والتنين 9:30 المساء بتوقيت السعودية على LBC الفضائية اللبنانية. في نوعين من كلام الناس، شو ما عمل الواحد ما بيخلص من كلام الناس، بس في النوع التاني يلي ما بنهز من البيت ليلة يلي بيكون في على الهواء برنامج كلام الناس. أنا مواطن لبناني وكل المواطنين اللبنانية محللين استراتيجيين وأنا محلل استراتيجي. إيه بدي أحكي مع مارسيل غانم على التلفزيون. مارسيل قاسي ببرنامجه، لو ما كان قاسي كان ما قدر سيطر على الهواء. تفاجأت بالبروموسيون على الهواء وما عرفت انه هي عني، صرت كل وقت اسأل مين هيدا اللي مسيطر على الهواء ومين هيدا بالهواء. شو طلعت انا؟ نحن اكيدين انك قدرت تسيطر على الهواء بالالف طويلة. ماذا عن مارسيل غانم والهواء بالالف مقصور؟ حلو كتير. انا هلأ بدي اسرق الكاميرا من تبعول التلفزيون. لقطش مقطع من الحلقة. شرفتوني مع مارسيل غانم الخميس 9:30 المساء بتوقيت السعودية على LBC الفضائية.